هلا لما المستهلك طول الوقت هو عارف شو حقوقه، يعني عارف انه في احتكار، في نقاط معينة لازم يوقف عندها ويشكي، بس بالمقابل كمان اكيد التاجر له حقوق، عارفين عن هاي الحقوق وكمان ممكن تكون بالقانون زي ما انت قلتي، لانه اغلب الشكاوي او ممكن يكون في شكاوي كيدية. تمام يا فندم، سؤال حضرتك مهم جدا، لاني انا قبل ما اجي لحضرتك قلت اسال المستهلك واسال التجار اللي هم اصدقائنا، لان الدنيا دي كلها عباره عن ايه؟ عن مستهلك، حتى التاجر نفسه هو مستهلك. أخذ وعطى. فلما جيت اسال مثلا حد من التجار، انت بتزود اسعار السلع ليه؟ في اول يوم حصلت فيه ازمه عالميه. قال لي ما انا يعني بجيب منتج بدل المنتج اللي انا ببيعه، ولنفترض ان انا عندي 100 قطعه، ال 100 قطعه دي لو بعتها بالسعر القديم انا عشان اجيب بدلهم 100 قطعه هجيب 80 بدل ال 100، فهنا انا ما عنديش هامش ربح تماما، بالعكس راس مالي تقلص في عمليه البيع بالسعر القديم، لاني انا بوفر سلع بدل السلعه دي، ده غير ان انا كمان مستهلك وبستهلك من السلعة التانية اللي أنا ما ببيعهاش، فبالتالي هي مشكلة برضو. وإحنا عندنا سوق حر، وبنتكلم إن السوق الحر ده المفروض إنه كل تاجر يحدد الأسعار، ولكن بهامش ربح معين فيما يخص الأمن الغذائي، فيما يخص إني أنا محتاج إنه أأكل الفقراء بس هامش الموجودين الربح أو قديش بالضبط؟ غير محدد. يعني خليني اقول لك زي البنوك المركزيه بتحدد سعر فايده، بتحدد بتقول سعر فايده للايداع والاقراض، هل هي ملزمه لكل البنوك التجاريه الموجوده في البلد ان هي تحدد السعر؟ بتديهم هامش ربح المفروض ان هم يحددوه، فما ينفعش ان انا احدد الا ما بقاش في سوق حر قائم على العرض والطلب. مين اللي بيحدد السعر؟ من اول سعر العمله نفسها في الاوطان كلها لغايه سعر السلعه هو العرض والطلب، ولكن ما يبقاش باسعار مغاله فيها. وبعدين كمان بنقول لما افتح المنافسه على المستوى الجمهوريه كلها، على مستوى المملكه كلها، بالتالي انا بزود، لما بزود المعروض فانا خلاص كده انا قتلت انه الطلب يبقى اعلى من العرض، فانا هنا ظبطت السعر، وده مهم جدا. حتى العمله، يعني لو نلاحظ ان العمله دلوقتي ليها تسعيره يوميه، التسعيره اليوميه دي ايه؟ طلب وعرض، في فلوس داخله البلد، في فلوس خارجه من البلد، وبالتالي بتسعر العمله بتاعتي زي ما بتسعر السلع.